تستضيف مدينة أجادير أشغال المؤتمر الدولي السابع للطاقة المتجددة والمستدامة. هو حدث عالمي يستقبل أزيد من 400 مشارك من 40 دولة، وقد تم تصنيف مؤخرا في المرتبة 14 عالميا ضمن أفضل منشورات في مجال الطاقة الشمسية. حسين الزيك، رفيق أجومات، والتفاصيل. 30,000 ضيعة فلاحية بالمغرب مجهزة بألواح كهروشمسية بنسبة 9% من الضيعات المسقية ببلادنا. المعطيات الجديدة لوكالة النجاعة الطاقية تؤكد أن 76% من هذه المشاريع ذاتية التمويل، وهو ما يبرز توجها وطنيا في اعتماد الحلول الطاقية المستدامة والبحث العلمي للتدبير الجيد للموارد الطاقية. والطاقة بالنسبة لنا تنستخرجوها من الأرض، هذه أغلب الطاقة اللي كنستعملوا، وعرفتي دابا المناخ والتغير البيئي ما بقاش يستحمل أننا نحرقوا ونبرودويزيو الكربون، دونك لأسباب متعددة الطاقة المتجددة هي المستقبل، ما عندناش عليها حتى شي بديل. المؤتمر الدولي السابع للطاقات المتجددة والمستدامة موعد سنوي للتبادل بين الخبراء في مجال كفاءات الطاقات المتجددة ولتقديم الأبحاث العلمية لإنشاء وتمويل المشاريع المستدامة. لكي يستفيد المغرب من الخبراء والباحثين في مجال الطاقات المتجددة، فالمؤتمر فرصة أيضا لفتح المجال للاستفادة من سياحة علمية بالمغرب. نتحدث على الطاقة المتجددة وعلاقتها بالتصنيع، نريد صناعة طاقية متطورة، وقد بدأت الحمد لله بعض بوادر وبعض المشاريع الجيدة، وهذا يمكن يحتاج إلى بحث علمي، وكما كتلاحظوا انه الحمد لله البحث العلمي كيتطور في بلادنا. اليوم كنتكلموا في ظرف 3 سنوات 800 مليون ديال الدرهم وزياده، ويمكن نمشيو اكثر من ذلك. مؤتمر الطاقات المتجدده والذي تستضيفه مدينه اكادير في الفتره الحاليه تم تصنيفه حديثا في الرتبه 14 عالميا ضمن منشورات الطاقات الشمسيه، وقد تناول الملتقى محاورا علمية ذو قيمة مضافة لجهة سوس ماسة كموضوع تحلية مياه البحر ومشاريع الطاقات الشمسية ودورها في استدامة التنمية.